لا شك أن الوطن محبب إلى النفوس، والأدلة كثيرة جدا، منها قوله تعالى عن بني إسرائيل: لا تخرجون أنفسكم من دياركم. قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله: وهذا يدل على أن إخراج الإنسان من وطنه شاق، بل قد يكون أشاق من القتل، كما في تفسيره لسورة البقرة. والله عز وجل قال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم. ولذا قال ابن حجر رحمه الله في الفتح، قال: إن إخراج الإنسان من وطنه جعله الله عز وجل قرينا للقتل، بل قد ذكر ذلك قبله شيخ الإسلام رحمه الله. ومنها قوله عز وجل في سورة التوبة لما ذكر: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله. لما ذكر ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد هذه الآية وما يتعلق بها المحبة، قال: فجعل آخر المراتب من المحبة هي محبة الوطن. ومن الأدلة على أن النفوس جبلت على حب الوطن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أنس، وذكر ذلك ابن حجر الفتح وعلق على ذلك، إذا قدم من سفر نظر إلى جدرات المدينة وأوضع ناقته، يعني أسرعها من حبه لها. قال: فهذا الحديث يدل على فضل المدينة وعلى مشروعية حب الوطن والحنين إليه. ومن الأدلة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أتاه الوحي وذهبت به خديجة إلى ورقة قال: أو مخرجية هم؟ قال السهيلي: هذا يؤكد شدة مفارقة الوطن، فإن هذا يشق على النفس، فإنه لما سمع قول ورقة إنهم سيؤذونك ويكذبونك لم يظهر منه انزعاج، لكن لما ذكر الإخراج تحركت نفسه لذلك الحب لهذا الوطن الذي ألفه. ولذلك قال: أو مخرجيهم، مما يؤكد ذلك كما قال أنه أتى بالواو بعد ألف الاستفهام. وقد قال ابن حجر رحمه الله قال: يمكن أن يكون الانزعاج أيضا من أنه استغرب من عدم إيمان قومه به، ويحتمل أن ينطبق على الأمرين. ومما يدل على ذلك أيضا أن التعزير يكون بمفارقة الوطن، كما فعل عمر رضي الله عنه، فإنه عزر ذلك الرجل بإخراجه من بلدته، وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى. والنصوص والأحاديث كثيرة في هذا المعنى، ولذلك يجب علينا أن نعرف أنه لا يجعل الولاء والبراء للوطن، لا، الولاء والبراء للإسلام. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله قال: والنفس تحن إلى الوطن. ولذا قال بعض الناس لا يفرق بين المسلم وغير المسلم باعتبار أنه في وطنه فيقول نحن سواء، وهذا لا شك أنه خطأ. إذن الولاء والبراء هو في شرع الله.